تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين وأبنائها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.